انا حبيت نسولك يا سيمي هوب، وعلاش انت تدير اللايف بعد الفطور؟ تبارك تصوم، الحمد لله. تبارك تمسخر بينا، راك توقت بينا، انت راك تصوم وحنا نروحوا للنار ولا كيفاش؟ تصوم وحنا ما نصوموش ولا كيفاش؟ يا أنسي جامي، كون نموت ونلقى ثعبان، كون نموت ونلقى ثعبان، كون نموت ونلقى ثعبان. انا لاحظت من قبل راك دير اللايف نورمال، من قبل نورمال، دروك حتى وين قاع يأذن وكل شيء ودير اللايف، انا ما فهمت والو. انا تبارك تحشي لنا، تدخل الجنة وحنا ندخلوا للنار. اونسي جامي يا خويا، سالي مي زامي، هيا اونسي. يا يا يا، توار بزاف، الله واعر بزاف. هيا نخليك، هيا ميرسي، يلا صحة فطورك اخويا، صحة سحورك، وعلى الاقل ما تنساش السحر. ميرسي مون امي، ميرسي ميرسي مون امي. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. بونسوار ميهوب، بونسوار، كي داير؟ لاباس عليك؟ لاباس، وانتي وصلك؟ دير خير، يسود فيك الخير. الحمد لله، ربي نشكره اختي. بغيت نسولك ميهوب إلا كان ممكن. سوليني سوليني على اختي. واحد المعلومة، قلبت شوية في التاريخ. بصح ميهوب، حنا شمال إفريقيا كنا مسيحيين وكانوا فينا اليهود، أعوذ وجاو اليهوديين وجاو هادو العرب، ونوزون امبوزي، جابوا لنا الدين، جابوا لنا الإسلام، وداروه لنا بلا فورس. انا كنقلب، والدو قال لك 500 الف امازيغيه داوها من شمال افريقيا، الجزائريات والمغربيات، وداوهم وخطفوهم تما، بداو يبيعوا فيهم واغتصبوا فيهم وخلاو لنا هاد الدين. انتي يا بنت اليهوديه اختي، انا من سلاله، انا عربي من سلاله النبي اختي. انت عربي؟ باش عرفتي راسك عربي؟ انا عندنا الشجره، انا من سلاله النبي صلى الله عليه وسلم اختي. وانا ما بالكش بلي ميهو بعد شريف، بتبدي ترجعيني يا اختي للدرجه هذيك تاع اليهودي وتاع، اعوذ بالله. الله يهديك لا، كانوا اليهود، قال اليهود كانوا حتى في المغرب. انا من مدينه في المغرب، سانت كريستيفي وسي، كانوا اليهود يخدم معاهم وعاش معاهم وكلش، وكانوا فيها المسيحيين. كاين حتى دوك ليك خوا ديال، تتلقى المسيحيات، الناس ديال البوادي، وهذا فيهم داك التطواش ديال سميتو، ولقاو هادو ديال بحال الحجار توسا، مكتوب فيهم المسيح، وفيهم في شمال افريقيا، وفيهم داك ديال لاكخوا. كانوا الناس مسيحيين اميهوب في شمال افريقيا كلها. حنا راه ماشي عرب، حنايا العرب، هما هذوك ديال الشرق الاوسط والجزيره العربيه، هما العرب. حنا ما ماشي عرب حنايا. وي وسمعت حتى سوريا ومصر انا من الجويه كامل. انت من اصلك؟ من بلغاريا؟ لا لا، من المغرب. هو على بلغاريا شداني لبلغاريا. ايوا لك تهضر. شتي كنعرف الناس بزاف فين يهوب، داروا داك، انا مازال ما درتوش الصراحه، داك عرفتي داك ما تيسموش الادين، ما عطاش سميتو بالعربيه ولا بالفرنسي، داك باش تعرف السلاله ديالك. ما تقوليليش انت يا مسيحيه، وانا نكون اللي بغيت نكون، ماشي انا تنهضر لك على التاريخ زعما. الا كان مسيحي ما طلعيش عندي انا هنايا، تخربقي عليا. الا كان تامني بخرافه، انا نقولها لك، الا كان صح تامني بخرافه، باش كانوا كتبوا لي وانا جي بونس هذا وين تفكرتك. الا كان صح تامني بخرافه وطلعت زعما تضحكي على خرافه، انا نقولها لك، المشكل ماشي في الخرافه الاخرى، المشكل فيك انت فرونشمون. الى صح انت تامني باللي عيسى احيا الموتى وكان يمشي فوق الماء وكان يمشي فوق هذه، وجايه تطلع على التاريخ وعلى الكلام هذا صحيح، وعلاه المسيحيين داروا قليل، ما داوش الملايين، وداو الاخرين، وداو قتلوا الاطفال ولا هذوك، هذوك لا يمثلون المسيح بيان سور. هذوك لا يمثلون، هذوك الناس ملاح، ضربني من هون، بوسني من هون، ضربني من هون، وانا ابوسك من هون. مشكلة أخويا والله العظيم، لا الله يهديك أخويا. نو أنا الهدف نتاعي، أنا أختي إذا كانت مسيحية فوق الرأس والعين عندها الحق أنها تكون مسيحية، أنا أدافع عنها، أموت من أجل أنها تعيش وتمارس هذا الشيء. المشكلة كي يطلع عندي واحد أنا لا ديني اتكلم عن الخرافه، هو عنده خرافه ويضحك على خرافه اخرى، هذه اللي مازال ما دخلتش في راسي. نعم يا اختي الكريمه، صح فطورك؟ صح فطورك ميهوب. لاباس الحمد لله. الحمد لله.
انا ميهو بلا غير راني نهضر معاك بصح اليوم بحثت في امور وكان عندي اسئله مع الاخوات. مادام نحن خلقنا من ادم وحواء وانت دايما تتكلم عن الزواج الصغيره وعن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشه 6 سنوات ودخل عليها في 9 سنوات، كيفاش يعني احنا خلقنا من ادم وحواء وكيفاش تكاثر هذا العالم كله؟ ما فهمتش. يعني احنا كبشر يعني الاب نتاعنا ادم وامنا حواء هكذا. هذه الناس الجهال اللي يقولوا هذا الكلام، هذا العلم ما يقولش هذا الكلام هذا. ايوه هذا الجهاله، ولكن كيفاش احنا تكاثرنا؟ كيفاش كيفاش كافر؟ التزايد، التكاثر هو التزايد، يعني كيفاش منين خلقنا احنايا؟ ما على بالكش كيفاش واحد راجل ومرأة كيفاش يتكاثروا كيفاش يجيبوا الدراري. ولكن شكون اللي جابهم احنا الاولي؟ شكون الاوائل اللي جاوا في الارض؟ ما على باليش مدام، انت على بالك انا يا اللي على بالي قالوا ادم وحواء. كيفاش قالوا هذيك خرافة عن هاري بوتر، انت ما على بالكش تبع غير قالوا. لا راني نبحث، انت مادام راك تعطينا في الحلول رانا نبحث. ما نعطيش في الحلول، هذا يسموه الاحتكام الى الجهل. الى ما نعرفش انا البشرية من جو، ما هيش بالضرورة مادام انه لا ادري ولا ما عنديش علم. بيانسو هي اقرب شيء هي نظرية التطور. يما هي نظرية التطور اللي تفسر، تعطي يعني معلومات وتعطي يعني علم. ولكن لو إنسان يقول لك لا أدري، مش معناتها ما دام إنه هذا الشخص لا يدري إنه أنت المعلومات اللي عندك صحيحة. نعم إنه وديجا يعني كيفاش يعني كيفاش يقولوا يعني الأخ ينكح أخته. إحنا نعرفوا باللي هذا الشيء هذا علميا راهي البشرية تنقرض بعد مئات السنين. لما يكون فيه يعني تعرفي زين المحارم. زينا المحارم، ولكن لما احنا نقولوا زينا المحارم وكي نجيو نهضروا في الدين تاعنا ولا نهضروا على مش الدين على العلم كله كيفاش احنا تكاثرنا، لما نشوفوا الاديان ما نلقاوش يعني الزوج والزوجه يعني يديروا لهم خي قبل ما يزوجوا يديروا لهم هذاك التيست اديان يخرج نيجاتيف ماهوش مش نهضروا، انا نهضروا على الاولين، الاب تاعك والام تاعك الاولى، اولاد ادم، مش انكح اخته باش جيتي. هذه هي المشكله. والله مشكله هذه. ويجي يسموا هذه هي العلم يتعارض مع هذا الشيء، يقول لك هذا الشيء مستحيل، ما كانش منها هذا. هي جسمه مستحيل، ولكن كيفاش جينا احنا دوك هذا هو يعني احنا وين عايشين؟ رانا عايشين تحت الارض ولا فوق الارض؟ والله العظيم صح. معليش ما عندها حتى علاقة يعني من ما ما هذه هي المشكلة. أنا نقولها لك، هذه يسموها أنت لا تستعملينها من أجل تطوير معرفتك، ولا كما يقولوا تزويد ذخيرتك المعرفية. أنت تستعمليها كجستيفيكاسيون، كحجة بأن الإسلام صحيح. أنا نعرف هذا لا السؤال، لا لا والله معليش ما هي هكذا، والله يا ميهوب تعرف معليش اسألني. معليش الله، ما دام راني نهضر معاك خليني نهضر نكمل هذا مكان كي نكمل. واحد الفيلة حبيتي تجيبي المصحف تاع الفيلة، انت تستعمليها جوستيفيكاسيون. وانا قلت لك هذه اسمها مغالطه منطقيه، كما هذوك اللي يقول له انت يا اثبت لي وجود لك، يقول له انا يعني اذا ما اثبت لكش وجود له ما معنى؟ هل معناتها ان الله موجود؟ هذه راهي يسموها الاحتكام الى الجهل. ما دام انك انت تجهل شيئا اذا فالله صحيح، اذا ما دام انك تجهل انت من اين اتت البشريه اصلا، اذا ادم وحواء صحيح يا ما شيخ. وهذه لازم تقراي فيها. وهل هذا معناتها بغض النظر جو من ادم ولا، هل معناتها انه يعني خير خلق يعني يدير هذوك صوالح مع بنت صغيره، وانه الله ينزل عليه ايه ويقول له يعني تزوج بالزوجه تاع ولدك بالتبني، ولما قضى زيد منها وطرا بابا بابا، ويقول له وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها، ويقول له العبيد، ويقول له اقطع اليد واضرب المراه ودير هذه. هل معناتها هذا؟ ما عندها حتى علاقه. يعني يقدر يكون اله، يقدر يكون إله إذا كان هناك إله. أنا أصلا مانيش ملحد، نظن كاين في حاجة. يقدر يكون إله اللي ما عنده حتى علاقة بالله تاع الإسلام. نعم، ماهوش معناتها إنك لما ما تعبدش الله تاع الإسلام ولا تخرج من الإسلام معناه إنك أنت لازم تكون ملحد. نو، تقدر تأمن فيها 4000 ديانة، وتقدر تبقى تأمن بإله اللي خلق الكون وخلق الأخرى. نعم والله انا تناقشت انا والاخوات يعني اساتذه بقينا نتناقش في هذه الامور المهم الاجابه غير واضحه صراحه، مع صراحه لا توجد اجابه. لماذا لا توجد إجابة؟ هل هذا شيء مهم لك أنت باش تعرفي البشرية من جد؟ اكيد مهم، لماذا ليس مهم؟ يعني هل هذا مهم أنك تصومي رمضان؟
رمضان رمضان حتى وما نصوموش مهم للصحة نتاعي، أنا ندير صيام متقطع. الاطفال اللي يعطينا هذه حاجه مهمه، لان هذه حاجه يوم الاطفال اللي يعطينا من يقول بان رمضان حاجه مهمه، اتفضلي، بان رمضان مهم للصحه. جيبي لي دراسه علميه دوك نشاهد انا. علميا انا يا علميا انا نقول لكم تجربتي عن رمضان. معليش التجربه، معليش التجربه الشخصيه يسموها جهل، يسموها انسان ماشي غبي. معليش تجربة معليش معليش، شخصية. الانسان الغبي اللي يعطي التجربه تاعو شخصيه اذا فقط كان قدم شهاده يعطيها كعلم. واش يقول العلم؟ الدراسات العلميه واش تقول؟ انا كي درت التجربة الشخصية اني معليش بون، انا نهضر معاك بون. انا قلت لك انت ما عندكش لازم انا نقول لك العلم واش يقول، انت تقولي انا درت التجربه العلميه. المشكله نتاعك انت سمعتي شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ يقول ان الصيام المتقطع مهم للصحه. انتم ما سمعتوا الصيام المتقطع دخلتوه في صيام رمضان؟ نعم، لانه هذا الشيخ سمع صيام المتقطع واش قال لك، دخلوا في صيام، قال لك اسمع هناك عالم نسيت اسمه في جامع. بصح يا اخي تقدر تجيب لي هذا العالم؟ او كان معنا البارح طبيب جزائري مختص في هذا الشيء وكان شرح لنا هذا اللقم. ما عنده حتى علاقه صيام المتقطع وانت تشرب الماء نص كل نص ساعه، هذا مهم للكور مشي شهر ديروا مره على مره. وهذا تصوم ما يعرف انا شحال من ساعه وتروح تخبطها تعمرها زلابيه تعمرها يعني كما يقولوا بقلاوه، ومن بعد تعطيها برقده وتش، ومن بعد تتوضا، ومن بعد تروح الجامع وتقطيح، ومن بعد تجي ترقد وتعمرها وتزيد الصباح تاكل. وين رمضان؟ زائد المثابره في العمل، كيفاش الناس تكون ناعسه كما يقولوا المغاربه، كيفاش تكون فاشله ما تكونش تكون كسوله في الخدمه تاعها. وين هذا اللقمة نتاعك؟ مين اللي كتجيبي هذا الكلام؟ يعني أنا قلت لك شوفي العلم والمنطق والعقلانية حاجة صعيبة مدام، صعيبة بزاف بزاف بزاف. الله يهدينا أختي، الله يهدينا. هذا ما كان سمعوا حسين اليوم الأفطر يا ولد الطحان. استغفر الله واتوب اليه. صح فطور واش راك؟ ايا عرفتني عقلت عليا بيان سور حبيبي، كيفاش مالك؟ دايره صافا مليحه؟ لاباس فطرت بيان خويا؟ والله لا غايه الحمد لله. والله لا غشتك حال قلت ندير دوره نسقسي عليك راه داير. ايوا صافا مليحه راكم لاباس؟ انا طري بيان. وانت فطرت بيان اليوم؟ والله لا غايه الحمد لله صافا. الله صافا في غايه اليوم النهار. واش فطرت اليوم؟ اي والله لا ضربنا الحريره والمعقوده والمثوم. ايوا هذا مكان فيها بركه الحمد لله. يا طريبي وهذا طيبتهم ولا شريتهم؟ لا كاين طيبتهم وكاين اللي جاري جابهم منا، جاري يسكن اون فاس لينا يخطرط يجيب لنا. يدير صداقه هذا؟ لا ماشي زعما يعرفنا باللي حنا ساكنين وحدنا وكاع. هيا يجيب لنا. هيا طريبي يا اخويا هذا رانا سملاح. ايوا صافا مليح راكم غايه لبس. والله لا رانا بيان خويا يعطيك الصحة. ايوا الحمد لله لك غايه. السلام عليكم. ايه هيا ميرسي خويا وصحة رمضان وصحة صبر. السلام عليكم. هيا بسلامة. أعوذ بالله هذا مانيش عارف واش صرا الواد. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وي وي السلام عليكم. واش راك في التراويح ولا واش؟ أنا في التراويح بولوني في الدار بقعد. تصليش تراويح؟ ها؟ تصليش تراويح؟ ما صليش تراويح. علاه؟ عندي عيال والله. كنت خدام في المقيلة؟ انا خدام توجور. اي طريبي وتصوم ولا تاكل؟ بعد الله وش فيك صوم وش فيك هذا؟ ماشي علاه تصوم؟ ها؟ انت مسلم؟ انا مسلم سني كما يقولوا، سني حضرتي سني. ما شاء الله ما شاء الله مسلم سني. ايه ما برافو. لماذا انت مسلم سني؟
مانيش عارف، خلقنا مسلمين حنا، واش تخلق على الفطرة تخلق مسلم، كيف غادي تخلق كافر تا ولا؟ وهذاك اللي في الهندوسي ثاني يخلق مسلم؟ ها؟ هذاك الهندوسي يخلق مسلم ولا غادي يخلق مسلم؟ وتسمى هذا النرويجي هذا اللي معاهم انا هذوك ثاني خلقوا مسلمين ومن بعد ولاو يخلقوا مسلمين ومن بعد والديهم هما اللي ينصرونهم، ولا هما اللي الوالدين تاعهم هما اللي يديريجيهم. انا نقول لك كيف زعما تقار القران عليا، مانيش عارف. تسمى ربي اذن لهم في ودنهم كيزيدوا ولا لا؟ لا ماش ربي اذن لهم يزيدوا على الفطره، يزيدوا مسلمين. وانت حوس شويه في الدين ولا خاطيك الدين؟ وخاطيني الدين كي قرينا بكري في الشريعه في التربيه الاسلاميه قرينا شويه دين، بصح انا خاطيني الدين ماهوش خاطيني، انا مسلم وصاي. غير تبعو خلاص، ماهوش تبع مسلم. كيفاش تتبع هذا؟ نقرا نشوف، نقرا القران، نصلي، نروح الجمعه نصلي، ما نسرقش ما نكذبش. هذه هي. وانت ماك مسلم ولا تبالي ماكش مسلم انت؟ انا زاد الفتره نتاعي يهودي. املح انا زدت على الفتره اليهوديه ومن بعد دخلت الاسلام، بعد اذنوا لي ومن بعد ما هذاك الاذان ما اذنوليش مليح، ما كانش يعرف هذاك اللي اذن عنده الصوت تاعو بشع. والله يا بي يدخل الجزائر يدخل عليك، لا راك في اوروبا دار كما تبغي. مش تخلى عليا؟ ها؟ مش تخلى عليا؟ غادي نسقسيك، جاوبني بصراحة برك يا أخي. جاوبني، سقسيني سقسيني. سقسيك معليش. أنا مالك راني مالف نطلع ونطيح لك، اليوم ما طيحت لك شهر رمضان، راني مالف نطيح لك. أعوذ بالله. والله غير مالف نطيح لك أنا والله. استغفر الله، أما لا بيان كي تربيت في رمضان، صافي دير رمضان حاجة مليحة. ما شاء الله. نقول لك أنت زعما كون جيت في الجزائر دير اللايف هذا؟ بيان سير، أو معنا في الجزائر دايرين اللايف هذا. يدير كيما هكا اللايف. وي هدي كيما هكا وكثر مني كاع يقول واحد الكلام انا وما نقدرش نقولو. عرش الرحمن ام كاين مثليين، ام مثليين ام دايرين لايف من الجزائر يغلو. هاي شوف نتحداك نتلقاك نعطيك شاك، انا عندي سوسيتي نعطيك شاك تاع 100,000 يورو وتدخل الجزائر ودير لايف هذاك ما يديكش. هيا نتحدى، هيا روح دوك يورك انت يا دوك نرسلك عند واحد راه داير لايف مثلي وراه يهضر على الرسول، راه داير هادروك من ما كيسموها هذيك المكان وين ساكنين فيه الوزاره، هذا بوه وزير راه داير دروك لايف. لا 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 تعرف كمال الجيتار هذا الجيتار دار شوي دعاره باك داو الحبس مسكين. انا نقول الجزائر ما تلعبش كمال بيانو، كمال جيعاره. شكون هذا كمال جيعاره؟ ما نعرفش والله. دير رايك درت في اوروبا، بعث لي في البريفيو هاروا احنا نشري الكبية انا وياك نهبطونا لي في اوروبا ثاني وشوفوك دير لايف ولا لا. هيا بعث لي في البريفي لك راش انت في. وانت انا بعث لك والله اللي بعث لك. وانت عندك 100، عندك 100,000 يورو 100؟ ها معليش بعث لي في البريفي، روح في البريفي نوريك. شحال عندك يورو؟ شحال ماشي عندك باين بلي عندك بزاف انت، مليون. شحال عندك يورو؟ لو بس انا عندي سوارد بديك العريس، ما نقدر حتى نقول لك هكذا ونوريك الكوت، ما يهمش. انا الدولة على بالها باللي درهم بديك العريس. مش من دولة؟ دولة اللي عيش فيه فرنسا. انا من عيش فيها. عايش فرنسا؟ انا عايش فرنسا دادا. بس كيفاش انت عايش في بلاد الكفار وتدافع على الاسلام؟ حول ولا ما نعيش كيما هما يدافعوا على الدين تاعهم وانا ندافع على الدين تاعي. كيف ابن باز يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني انا بريء من اللي يعيشوا بين اظهر الكفار. لا ما كسبناهاش والله العظيم، لا فتوى وبالرسول. يا ما تحلفش، مش فتوى ذاك حديث ضعيف وشكات. اقسم بالله العلي العظيم. اسمع ما تحلفش، راك بيوبا راك تخلط برك. حق ربي. شوف لا هذا الحديث هذا لا صحيح وكاين منه والله غير حديث ضعيف. انا قلت لك والله خلي الدين ما نعرفش، صاروا نتلاقاك نتحداك انا لك تشوف فيا والله غير داير عمره اللي راك تشوف فيا. اعوذ بالله. بس انا خاطيني رجال، انا نبغي ننسى خويا. راك تحب تلاقيني انا راجل، انا نحب ننسى. لا نتلاقاك ونعطيك الدراهم ونهبطوا للجزائر ودير اللايف هذا اللي راك تهضر عليه يا اخي. بس راني دروك التحتار، هم راهم ماني داير لايف في الجزائر دروك، هم معايا في الجزائر مريحين في الكوزينه ويسمعوا فيا.
لا لا ما يسمعوا برك يسمعوا، بتقول لي يتحداك بدير لايف ولا والله بدير ما يطلعوا معايا، ما اسمع، روح شوف اليوتيوب ما يطلعوا معايا ويحكوا كل شيء، يقول لك احنا يا خرجنا من الدين وما ناش نصوموا. يا ودي ما كاش منها هذوك، ما كاش من هذوك اللي كيب كل تاعك. هاني انا جزائري، هاني مانيش خارج على الدين وندافع على ديني وعلى هنا وانا من جاي يعني، انا تاني هذه غليزاني، وهاني كنت وانا قاريت القران وكنت نصلي، وانا على الاقل ما كنتش كيفك، انا كنت نصلي التراويح، انا والله التراويح ما كنت نضيعها. بصح غادي نسقسيك، هذاك كنت ملي الجزاء، انا بالك ملي الجزاء تاعك شي، انت يسمى راك قارئ لي، انا مانيش قارئ القران معاك، انا قارئ نورمال، نشد المصحف انا مانيش حافظ، حافظ ايات نقرا نصلي به. انت مرتد، على بالك ملي القتل لا يجوز فيك، انت مرتد. أعوذ بالله، وأنت تقتلني ولو كان الحاكم يقول لك قتله. نقتلك؟ لا ما قلتلكش، مرتد انت مرتد. الحاكم الأخرى تقتلني أنت، يقول لك هذا ميهو باور ارتد على الإسلام. يا ودي تاك مرتد بيه وبعبك عليها، تاك سبا تاك كنت سبا تعرف قرى، انت قدوة لينا، انت قدوة، وبعد وليت ذوك ماكش قدوة لينا، كيف ما خلوكش تايا. خلونيش نعيش. لا لا أنا خطر. ليه ما كنتش عندك انت هنا في اوروبا؟ كنتش عندك أنا يا عندي 32 عام. في اوروبا؟ لا نعم. لا حول، اباك بلي الله اشتي بابا، الله اشتي، انا عندي 29 سنه، سبا قبل ما نزيد انا انت كنت في اوروبا. نعم صحيح. قبل ما نزيد انا كنت في اوروبا. ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يقول بلي، قل له يا بيهوب ربي راه تحداك، قال بيهوب راه تحداك، قل له رب التيك توك راه تحداك، قال لك تمشى نشوفوك تتمشى وخلاص ونأمنوا بك. يا ولدي تجزع، قلت لك القتل هذا وش نقول لك، تاك وش نقول لك، انا انت مرتد، انت بيسكو انت قاري علم، قاري الدين، انت قاري كل السمة، الجزاء ما تطلع عن محمد صالح فهمته. انا طلعت، انا طلعت سكت وقلت له نوض امشي، سكت هذا صح، نوض امشي، نوض طير امشي، هيا قول له، هيا قول له نوض امشي، اقسم بالله نعطي له شي يبغي نوض يمشي بركز، هيا تحدى، هيا تحداك تا وحل اللايف دوك وقول له ماذا محمد صلاح اللي راهو يقول ما كانش رب وما كانش، قول له ينوض يمشي برك، كون ينوض يلوح كراعه نعطيك واش تبغي. هيا زيد، هيا روح، هيا نتحداك، راني في اوروبا وراك نجيك، نجيك وراك نجيك، هيا نتحداك، ندير معاك تحدي، هيا حل لايف كوبي دوك وهبطني وحل لايف وطلع هذا محمد صلاح وقول له نوض امشي ونشوفوا لا يمشي ولا لا. والله يمشي زعما، ينوض الله يمشي تاني من الكرسي تاعو. يا ودي انا نهداك على محمد صلاح، حتى تضل على الله، انا مش نهدر لك على ربي ابن يا محمد سيدي. صالح هو الله نتاعنا هنايا، راني الله نتاعنا غادي يشوفوه ينوض يمشي، وانت الله نتاعك هو ينوض يمشي. لا لا عندي سيد قاعد في كرسي متحرك، كنا انا بقى كل نسقسيك سؤال، انت انا يعجبني وغادي بالك على جيرك، نولي نصلي، ما هو شكل الارض بالنسبه لك انت؟ الأرض كروية، كيفاش كروية؟ مش مسطحة، مش مسطحة، غادي تقول لي مسطحة، مش مسطحة، الأرض كروية. وهي تدور على الشمس ولا الشمس تدور على الأرض؟ الأرض اللي تدور على الشمس، الشمس قاعدة ثابتة ما تتحركش، كيفاش الأرض تدور وما نطيحوش؟ ما نطيحوش، بيسك حنا رانا مسطحين، كيفاه؟ كيفاش مسطحين؟ الكوكب تاعنا كوكب الارض، حنا رانا في الارض، كوكب الارض ماناش في المريخ ولا، رانا فهمت، رانا في الارض، الارض ما الارض مسطحه، تاك تهضر على الكره، الارض اكل، تهضر على الكوكب اللي رانا فيه، كوكب الارض، الكوكب اللي رانا فيه وش هو؟ اوروبا والجزائر وهذا كوش من كوكب، ما على باليش مش من كوكب، بصح هذا مسطح ولا مسكون، انهم مو لا كروي لا داير كيما هكا، هذوك اللي تحت هنا انهم ما يطيحوا، ما يطيحوش اوش بك كل علامة، واش مشي الدم؟ ايه معلش، علاه انت قاعد في كرسي، علاه علاه ما طيحش انت؟ هاني سقسي فيك جاذبية، انت غادي تهضر على الجاذبية، حبة التفاحة اللي طاحت، الجاذبية تاع الكرسي، هاي معلش، علاه انت ما طيحش، قاعد في كرسي علاه ما طيحش؟